السلام عليكم متتابعي موقع المنبر الرياضي. اليوم في اطار استعدادات الفرق السوسيه لمنافسات اقسام الهواة، خاض فريق عمل تيزنيت مباراه استعداديه ضد جاره وضيفه فريق هلال طراس التي انتهت بالتعادل هنا بملعب المسيره بهدف في كل شبكه. الان نستضيف السيد عبد الجبار قرا مدرب فريق هلال طراس، مرحبا بك على موقع المنبر الرياضي. سي عبد الجبار، شنو هما المستجدات ديال فريق هلال طراس والانتدابات ديال الفريق استعدادا لهذا الموسم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبغي نشكر الموقع المنبر الرياضي على الاستضافه الكريمه. بطبيعه الحال المباراه اليوم عطتنا الحقائق ديال الجروب ديالنا ولو غير بواحد النسبه ديال 50%. بالنسبه للاستعدادات جات في ظروف عاديه، الانتدابات ما كانتش قويه، بازينا بزاف على 70 حتى 75% بالنسبه للمجموعه اللي زاولت العام السنه الفارطه. اللهم تعاملنا بدي جور اللي غادي يقدروا يدفعوا الفريق، نظرا للفريق ديال طراس عنده اوبجيكتيف هذا العام باش ينافس على الصعود. لهذه الغايه هذا تعاقدوا مع عبد ربي، باش كتعرف حنا في لاماتور كي هو واحد كي هو جوج، اللهم فريق اللي كيكون عنده اوبجيكتيف. بالنسبه لي انا انسان طموح وكنبغي نشتغل في نيكب اللي يكون عندها ضغط ويكون عندها واحد العدد ديال الامور اللي كتمشى مع الافكار ديالي. الحمد لله لقينا هذا الفريق هذا ديال هلال طراس، ولو اننا البريباراسيون درناها شويه تمحلنا من الجانب الاداري على اساس المسؤولين كانوا عندهم اشغال اخرى وحنا كنا متبعين الامور. الحمد لله كيف قلت لك الاستعدادات مشات في ظروف جيده. اللاعبين كلهم لاعبين تقريبا كيف قلت لك 75% من المنطقه، كلهم عندهم اخلاق عاليه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه المهمه اللي خدينا جديده مع هلال طراس، ويكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالمناسبه كنبغي نشكر الفريق الاول ديالي، الفريق الام كنعتبره ديال الامل تيزنيت، اللي ديما عندي واحد الشوق كبير باش يكون في القمه، ولكن نظرا للظروف هما اللي عارفينها ما يمكنش انا نصرح بشي حاجه اللي مع العلم ديالي. كنتمنى التوفيق للفريق الامل تيزنيت اللي كيستحق مني كل التنوير والتقدير. سي عبد الجبار، الكل كيعرف على ان فريق هلال طراس عنده قاعده جماهيريه كبيره، الجمهور ديالو متشوق انه يشوف فريق هلال طراس في اقسام القسم الاول هو تولي مالا اقسام النخبه ان شاء الله. واش الاداره التقنيه وكذلك المكتب المسير لفريق هلال طراس واش واخد بعين الجداد الامور هادو، واش عنده اهداف مسطره لهذا الموسم هذا ان شاء الله؟ اكيد بالنسبه للجمهور ديال هلال طراس كيف قلتي عنده قاعده جماهيريه متعطشه باش يكون عنده فريق في المستوى، لا سواء في هواة واحد ولا حنا كنزولوا في هواة جوج بطبيعه الحال، ولكن كيطمح الفريق باش يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم السنه القادمه باش يكون في هواة واحد. بطبيعه الحال الطموحات كاينه، ملي كنقولوا الصعود كيبغي كما كنقولوا بالدارجه، كيبغي الحريفيه وكيبغي لا موتيفاسيون وكيبغي واحد العدد ديال العوامل. يعني منظومه هي كتكون من جمهور، فريق، مسؤولين الى اخره، تيخص الضفر الجهود، وما كنشوفش انا غادي يكون عندنا مانع ان شاء الله الرحمن الرحيم الى ضفرت هذه الجهود هذه باش يمكننا نصعدوا للقسم اللي كنطمحوا له. سي عبد الجبار قرا، مؤخرا تم انشاء عصبه الهواة من طرف الجامعه الملكيه المغربيه، بغيناك كاطار من زاويه مدرب وجهه نظر ديالك في هذه العصبه هذه، شنو ممكن انها تعطي الاقسام الهواة وكذلك فرق الهواة في القادم ان شاء الله من الايام ان شاء الله؟ اكيد عصبه الهواة هو مولود جديد، ولكن الحمد لله ما غادي يمكن ليه اللي في الفرق ديال الهواة. نظرا للهموم ديال فرق الهواة ما يمكن يعرفوها الا المسيرين ديال الهواة، لهذا تكونت هذه العصبه هذه. نتمنوا لهم الله سبحانه وتعالى باش تدفع بهذا القطاع الكروي اللي هو ما كتكونش عليه الاضواء، ولكن هذه هي القاعده بالنسبه للمغرب، هذه حقيقه كنعيشوها القاعده. ولا لي سونتر دو فورماسيون بالنسبه للكلوب ديال ليليت تقريبا واحد 50 حتى 60% كياخذوا من الفرق ديال الهواة، لهذا خص العصبه الهواة اللي تكونت خصها دعم من الجامعه بطبيعه الحال ومن جميع المكونات الرياضيه في البلاد، باش يمكن لهاد الفرق اللي كيسموهم في فرق المظالم يخرجوا للوجود، وراه عندهم بزاف ديال الامور اللي عاد في بها الكره الوطنيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله كنتمنى لكم مسيره موفقه. سي عبد الجبار قرا رفقه فريق هلال طراس منافسات بطوله القسم الوطني الثاني هو شاطئ الجنوب، والى اللقاء ان شاء الله. شكرا بزاف، ونعاود نجدد الشكر ديالي للموقع المنبر الرياضي العزيز علينا جميع، ونشكركم بالمناسبه.